الأستاذ ماهر حسن مدير مركز الباس للأرصاد الجوية عبر الاتصال الهاتفي. سعد صباحك أستاذ ماهر. سعد صباحكم، أهلا وسهلا. بدنا نقول اليوم صباح الدفا، يعني عم نحسها بدفء الجو. نعم. والدرجات الحرارة عم بتكون حول معدلاتها ويمكن أعلى بقليل من الفترة الماضية اللي كان بعد هذا المنخفض الماطر اللي شاهدناه بمحافظة اللاذقية. فشو أخبار الطقس طبعا بالأيام المقبلة؟ نعم، حاليا البلاد لا تزال تتأثر بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق مع تيارات جنوبية غربية معتدلة ورطبة في طبقات الجو العليا، والحرارة تبقى أعلى من معدلاتها نهارا بحوالي 4 إلى 5 درجات مئوية، والجو مستقر وغائما جزئيا بشكل عام. طبعا من المتوقع غدا الثلاثاء أن يتعمق المنخفض الجوي. نعم. وتصبح الفرصة مهيئة لهطل زخات متفرقة من المطر بدءا من المناطق الغربية والجنوبية الغربية من البلاد، ومن ثم يمتد الهطل تدريجيا إلى باقي المناطق، يكون غزيرا ويصبح المنخفض أكثر تعمقا أيام الأربعاء والخميس والجمعة حتى السبت. طبعا المنخفض الجوي غير ثلجي حاليا، وتكون الثلوج احتمال لهطل ثلجي يومي الجمعة والسبت فوق المرتفعات الجبلية العالية، يعني التي تزيد عن 1300 متر. بينما تكون درجات الحرارة تقريبا معتدلة وحول معدلاتها بدءا من يوم غد الثلاثاء، وتصبح الكتل الهوائية أكثر برودة اعتبارا من الأسبوع القادم، يعني حنشعر بالبرد وبالفارق الحراري خلال الأيام القادمة. وبدءا من الأسبوع القادم أي منخفض جوي هو منخفض ثلجي، حتكون الكتل الهوائية قطبية المنشأ وأكثر برودة. بالنسبة للرياح السطحية حاليا شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة إلى معتدلة أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج. درجات الحرارة المتوقعة في المنطقة الساحلية عظمى 21 صغرى 12، المنطقة الجنوبية عظمى 18 صغرى 9، المنطقة الوسطى عظمى 15 صغرى 8، المنطقة الشمالية عظمى 16 وصغرى 7، والمنطقة الشرقية عظمى 17 وصغرى 9. يعني نعم. إن شاء الله منخفض جوي بدءا من يوم غد الثلاثاء يستمر حتى يوم السبت القادم إن شاء الله. أستاذ ماهر، شاهدنا يعني كمية الهطولات المطرية اللي كانت طبعا بمحافظة اللاذقية كانت بشكل كتير كبير، فكيف نعم. كانت معدل هذه الهطولات؟ طبعا الهطولات المطرية مقارنة بالعام الماضي هي أفضل بكثير، يعني نعم. بأضعاف. يعني حاليا هطل على سبيل المثال في محطة مطار شهيد باس الأسد أصبح مجموع أمطار الموسم 683 ملم مطري، بينما يقابل العام الماضي 250. يعني عم نلاحظ في فروقات واضحة وهطول جيد، يعني طبعا أفضل من السنين الثلاث الماضية الهطولات المطرية. وما زلنا في طبعا لسه في عندنا منخفضات جوية قادمة كثيرة، يعني حاليا يعني فات شهر واحد بفصل الشتاء فقط، باقي شهرين لسه كمان منخفضات جوية كثيرة إن شاء الله قادمة إلى منطقة الشرق المتوسط إن شاء الله. شكرا كثير لك الأستاذ ماهر حسن وحضرتك مدير مركز الباس للأرصاد الجوية طبعا للأوضاع اللي وضعتنا فيها بحالة الطقس. شكرا لحضرتك. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا.